عشان نبتدي بقى نديفاين الحاجات بشكل اكتر شويه، خلينا نتكلم على معنى كلمه هازارد. هازارد يعني معناها is a key concept in risk management defined as a potential source of harm. يعني هو الهازارد يعني هو يعني حاجه ممكن تسبب ضرر. اوكي، على سبيل المثال، اوكي، لو بتكلم عن حاجه بقى في الدنيا موجوده في الـ مش شرط تكون اجهزه طبيه. يعني لما بتكلم مثلا ان انا عندي فرضا يعني عندي مثلا يعني في جهاز معين عندي الكفر بتاعه، اللي هو لو عندي جهاز مثلا زي التلفزيون ولا حاجه بيبقى فيه من ورا كفر كده، وبيبقى فيه ال 220 داخله جوه الكفر ده. اوكي، الكفر ده لو انا شلته، لو انا مش حاطه بشكل ان هو مقفول بمسامير وصعب ان انا او صعب على اي حد مثلا هو يفتحه الا اذا كان معاه مفك ومتخصص وحاجات زي كده، ده يبقى source of harm. source of harm معناها ايه؟ معناها ان هو لوحده كده ما بيسببش مشكلة، بس هو في وقت من الاوقات ممكن لو حد عمل حاجة غلط ممكن ان هو يبقى source of harm، ممكن يسبب ضرر. يعني لو حد فرضا يعني كان مصمم الجهاز بتاعه ان هو الجزء اللي فيه 220 مقفول بشكل كده من غير مسامير وغير حاجه، فممكن حد مثلا هو بيجرب او هو مثلا يعني بيشوف ايه الجهاز ده فيه ايه، ممكن هو يفتح الجزء دوت، ممكن مثلا ان هو يعني جيت ان تاتش مع جزء كان فيه 220 فيحصل مشكله. اوكي، هو ده الكونسيبت بتاع الهازارد بالظبط، ان هو ضرر بس ضرر ما بيحصلش، لا ده source of harm. يعني لما بتكلم برضو تاني على حاجه تانيه كمثال، لو فرضا مثلا في عندنا مثلا في الارض مثلا في مسمار، كويس، وفي عربيات ماشيه، المسمار ده is a hazard. اوكي، هو دلوقتي المسمار ده ما اذاش حد لغايه دلوقتي، بس ممكن عربيه تمشي عليه تسبب ان هي تتسبب في ان مثلا العربيه العجله بتاعتها تتخرم مثلا، فده يعتبر source of harm. يبقى معنى كده بتكلم عليه ان هو hazard. امثله للهارمز اللي ممكن احنا نشوفها في استعمال الاجهزه الطبيه، اول حاجه ممكن يحصل عندنا degradation of quality، يعني بمعنى ان انا الجهاز ده اشتغل بطريقه مش البيست performance بتاعها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان الجهاز ده المفروض يشتغل ببرفورمانس معين، اشتغل ببرفورمانس اقل، او حصل انجري تو ذا بيشنت، او حصل انجري للديفايس يوزر نفسه. ممكن نزود عليهم كمان ان ممكن يحصل دامج مثلا للمكان اللي فيه الجهاز ده نفسه. اوكي، فدي كلها اسباب او دي كلها انواع للهارم. هازارد بقى معناها ان انا بتكلم على سورس اوف حاجه ممكن تعمل لي الحاجات دي. ممكن بقى ديفاين كونسبت تاني اسمه الريسك. Risk actually is defined as a product of quantified severity of an identified hazard with probability بتاعت الـ occurrence بتاعها. اوكي، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عرفت ان في عندي hazard مثلا H. اوكي، اسمه H. يعني hazard ده ممكن يكون مثلا فرضا المسمار على الارض دوت. اوكي، فدلوقتي الـ severity بتاعته ايه؟ هل لو حطيت مثلا سكيل، انا الكلام ده ممكن احط له سكيل زي ما انا عاوز، ان انا الريسك دوت ده حاجه انا بعملها لنفسي مش بعملها عشان بعد كده اقارنها بمانيفاكتشرز تانيين، لا ده انا بعملها في الديزاين بروسيس بتاعتي انا. فممكن اديفاين الاتش دي انها من 1 ل 100 والبي دي من 1 ل 100 برضو. اوكي، او مثلا نسبه من 100، يعني دي فراكشن ويبقى الماكسيمم بتاعها 1 ودي فراكشن والماكسيمم بتاعها 1، البروبابيلتي بتاعي يخليها كده عشان يبقى نفس الحاجه اللي احنا متعودين عليها في البروبابيلتي العاديه. فلو قلت ان اتش دي من 0 ل 1، بتكلم مثلا لو المسمار اللي في الارض دوت السيفيريتي بتاعت الريسك اللي ممكن يحصل منه ايه؟ ان عربيه ممكن تبقى ماشيه بسرعه مثلا والمسمار ده يخش في العجله بتاعتها، يبقى معنى كده ان ممكن العجله دي تتخرم وممكن العربيه دي بشكل ما تحصل لها كراش. كويس، كراش ده ممكن معناه ان ممكن يحصل فيتاليتي. اوكي، يعني ممكن يحصل حالات وفاه. يبقى معنى كده اقول على الهازر ده ان هو ايه؟ ان هو عالي جدا، ممكن اقول عليه ان هو 1. اوكي، اديله سكور 1. البي بقى probability بتاعت حاجه زي كده تحصل قد ايه؟ طبعا لو عندي مسمار في طريق طويل، طريق كبير قوي، طبعا بيبقى عندي عربيات كتيره ماشيه، فممكن probability مثلا يبقى ممكن نقول 50%. يبقى معنى كده الريسك بتاعي عباره عن 0.5 اللي هو probability دي تايمز 1 يبقى 0.5. لو انا بتكلم مثلا على حاجه ثانيه، بتكلم مثلا ان انا دلوقتي بدل ما كنت حاطط مسمار مثلا، لا ده انا كنت حاطط مثلا في حاجه في الارض مثلا ما هياش يعني ممكن مثلا يبقى حاجه زي اكن في مثلا كومه ورق مثلا موجوده في الارض، او في واحد مثلا رمى كيس مثلا في فاكهه مثلا في وسط الطريق، يعني وقع من حاجه. اوكي، زي ما بنشوف في الطرق بتاعتنا يعني. فالكيس اللي موجود في وسط الطريق دوت
ممكن يبقى برضو لو بصيت على السيفيريتي بتاعته هو اكشوالي مش هيسبب اي ضرر لاي حد، لو حتى عربيه خبطت فيه مش هيحصل حاجه لان هي هيدوس عليه وخلاص يعني، هتفعص الحاجه اللي موجوده وخلاص. انما بتكلم لو في مثلا في احتمال برضو ان في يوزر او في يعني سائق يعني يشوف الحاجه دي، يشوف الحاجه اللي موجوده في الطريق دي، يفتكر انها حاجه ممكن هي تاذيه، فيعمل اكشن مثلا ان هو يخلي العربيه تنحرف بسرعه، فممكن انها برضو تعمل حادثه. فطبعا دي مش لايكلي قوي انها تحصل، بس برضو ممكن ناخدها في اعتبارنا. ساعتها لو احنا عملناها كده يبقى معنى كده ممكن احط اتش دي برضه واحد، لانها ممكن يحصل نتيجتها حادثه، ممكن يحصل فيها فيتاليتي، لان بتكلم على السيفيريتي معناها هي توصل لغايه فين، يعني اقصى حاجه ممكن توصل لها فين. البروبابيلتي بتاعت حاجه زي كده تحصل ما هياش عاليه بقى، ما هياش 0.5 مثلا، ممكن ناخدها مثلا 0.1 او 0.05، لان ما هياش لايكلي انها تبقى كده يعني. معظم الناس هياخدوا بالهم ان هي حاجه مش مؤذيه فمش هيحصل حاجه. فدايما بناخد الريسك دوت بحيث ان احنا نقدر نيفالويت لو عندي سورس اوف هازارد معين او عندي هازارد معين اقدر احدد اهميته ايه. وممكن استعمل بعد كده بقى الريسك فاكتور دوت كهو ده الحاجه اللي اعمل بيها برايورتيزيشن للايه للاكشنز اللي انا هاخدها بالنسبه لايه بالنسبه للمانجمنت بتاعي. اخر حاجه في الجزء دوت هو الاكستنت تو ويتش risk of harm resulting from use error is reduced to acceptable level or eliminated is called use safety. اوكي يعني انا دلوقتي لما بتكلم على يوز سيفتي معناها ان انا دلوقتي عايز اعرف نسبه ان انا خليت الريسكس الموجوده بتاعت اللي هي ديفايند بار دي خليتها تبقى توصل لاكسبتبل ليفلز او اليمينيتد اصلا خالص. اوكي دي معناها ايه؟ معناها دلوقتي بجرب حاجه يعني بحسب الريسك بتاعي في الاول خالص، بعرف ان في مشكله وبعد كده بحاول احلها، وبعد ما بحاول احلها بشوف الريدكشن بتاعي في ار ده بقى كام. يعني مثلا لو انا مثلا فرضا بتكلم على ان انا في عندي جهاز والجهاز دوت مثلا بي يعني زي مثلا ممكن اقول مثلا زي مثلا انكيوبيتور، الانكيوبيتور دوت يعني ممكن يحصل مثلا في فيلير للسخان اللي موجود فيه فدرجه حراره تعلى قوي، او للسنسور بتاع الحراره فدرجه حراره تعلى قوي. اوكي فممكن تاذي البيبي. فدلوقتي لو انا فرضا حطيت بدل ما كان عندي سنسور واحد حطيت اتنين، انا كده قللت الريسك ده، لان انا عندي عاده ببني الديزاين بتاعي على حاجه اسمها السنجل فولت توليرانس، يعني مش متوقع ان يحصل لي فيلير لتو سنسورز في نفس الوقت. فلو انا عملت دوبليكيشن للسنسنج ميكانيزم بتاع المكنه دي هيقدر يحس على طول ان في عندي فيلير في الـ في الـ في في, في السنسور بتاعي، ويقدر ان هو يمانج الكلام ده بطريقه احسن. فانا كده قللت مثلا ان البروبابيلتي بتاعه الايرور ان هو يحصل، يعني نفس الهازارد هو موجود بس قللت البروبابيلتي بتاعته، بدل ما كان مثلا ممكن يحصل بنسبه 50% بقت مثلا نسبه 5%. 5% دي ممكن تبقى acceptable، او مثلا 1% ممكن تبقى acceptable. لو انا وصلت ل 1% يبقى انا كده يعني بتكلم ان انا يعني نزلت ان انا فعلا الاكستنت بتاعي ده نزلني فعلا ان انا بقى عندي use safety. اوكي فبتكلم على كل حاجه بالشكل ده كده، ان انا بشوف ان انا حققت improvement قد ايه في الريسك بحيث ان انا اوصل للacceptable level او ان انا eliminate الايه الريسك ده ما يبقاش موجود اصلا.